He likes to sit there, بيحب يقعد drink sweet Egyptian mint tea، شاي بنعناع المصري الجميل ده and chat with other people ويتكلم او يدردش مع بعض الناس. He likes to visit local restaurants، بيحب يزور المطاعم المحلية from time to time، من وقت للتاني to try some of the traditional Egyptian cuisines عشان يجرب الاكلات المصريه اللي هي الشعبيه او التقليديه. they are usually made from lovely fresh ingredients لانها بتتعمل من مكونات فريش طازه. الجمله الاولى عندي على القطعه دهيت بيقول لي باولو likes to drink بيحب يشرب on the roof garden أقول له طبعا بيحب يشرب منت تي منت تي شاي بنعناع نمبر 2 the word cuisines كلمه كوزينز عندي هنا بتعني ايه حلوين؟ فودز Food. فودز اللي هي اطعمه لما اقول هنا وير از باولو فروم هقول له is from. باولو از فروم بارشلون. باولو برشلونة نمبر 4 بيقول لي واي داز باولو لايك تو سبيند ذا سمر ان اليكس ليه بيحب يقضي الصيف بتاعه ان اليكس اقول له بيكوز ذير ار تو سي اند دو ذير حاجات كتير يقدر يشوفها ويعملها هنا في اسكندريه ده بالنسبه للقطعه جمل الري ارينج او الري اوردر اللي موجود عندي هقول له في نمبر 1 وير داز وير داز كريم كريم كام فروم وير داز كريم كام فروم هو كريم ده منين في نمبر 2 عندي بيقول لي ذير هقول له طبعا اسمها ذير ار ذير ار there جود some ان ذير ار some ان okay. good. Good. In in alex. in Alexandria. Alexandria يوجد بعض المتاحف الجميله في اسكندريه نمبر هقول له they are from a small town in England they are from a small town in in England هم من مدينة صغيرة in England في إنجلترا number four بقول له هنا حنان likes drinking minty tea in the hotel حنان likes drinking minty tea in the hotel بالنسبه لجمل البانكتويشن هقول له الاي كابيتال بدايه الجمله عندي بعد كده الجي بتاع الجيرماني اللي هي هنا هكتبها كابيتال وبعد كده عندي فول يبقى إيه الخطاين اللي انا عملتهم في الجمله الاي والجي بتاع الجيرمان او جيرماني نمبر 2 واي دو يو لاف اليكس هقول له الدبليو كابيتال بدايه الجمله وعندي ايه اليكس كابيتال طبعا والكوتشن مارك موجوده ده بالنسبه للدرس الاول الدرس الثاني قلنا ده الجزء اللي ملغي الدرس التاني ده عندك في الصفحات الملغيه صح؟ أوه. أوه اه اه يا روح لبيت روح لبيت 176 خدنا يا سير وخدنا الواجب بتاعك حليناه مع بعض اه يا سير طيب امال ايه يا حسن بقى يا حسن موجود. هو ده كان الواجب الوحيد بس احنا كنا خدنا كمان اللي قبل ده جميل يلا كمل معايا أخدنا في جزئية الجرامر الأخيرة أفكرك تاني بالجرامر اللي عندك في اليونت ده لأن طبعا هيجي لي في الامتحان جملتين اختياري على الجرامر وجملتين على الكلمات كان عندي هنا في الجزء ده جزئتين جرامر صغيرين كده حلوين الجملة الأولى اسمها جملة الأمر اللي هي الامبراتيف اللي هي دايما ببدأها بالفعل في حالة المصدر زي ما بقول لك stand up أو sit down read أو listen جو أو come اللي هي دايما بتبدأ بالمصدر وعندي جزئيه ثانيه اللي هي اسلوب النهي اللي دايما ببداه بكلمه dont ثم المصدر زي dont add او dont run او dont go او dont speak الجزء الثاني كان عندي هنا اللي هو السؤال عن الدايركشنز عن الاتجاهات فقلنا هاو دو اي جيت تو والمكان ازاي اوصل المكان ده او is والمكان اللي انا بسال عنه بعد كده اقدر اقول لك في جزئيه جيفنج دايركشنز ان انا بقدم لك التعليمات او الاوامر للاتجاهات قلنا عندي بعض المصطلحات لازم احفظها زي جوستريت Straight اون خليك ماشي طوالي كروز ذا رود اعبر او عد الطريق بعد كده بقول لك تيرن رايت right او تيرن ليفت خد يمين او خد شمال وقلنا طبعا اقدر استخدم اون ذا رايت او اون ذا ليفت على اليمين وعلى الشمال الجزء ده حليناه مع بعض اي <applause> اه يا سير يا الصفحه سير. دي حليناها مع بعض اه يا سير اه هات لي جابي حضرتك قلت الكلمات ده تبقى حفظ عشان كلام جميل. ده كلام جميل يلا تابع معايا الحدوته بتاعت جابي اللي هو الكامل يبقى جابي ده كامل جمل تمام بيقول لي جابي ليرنز اليسون جابي بيتعلم درس درس ايه اللي هيتعلمه جابي الجمل ده تعال نتعرف على القصه قبل ما اروح للقصة عندي حتة اكسرسايز صغيرة كده ب 182 جاهزين جاهزين يلا ركز معايا ركز معايا في الاربع جمل دول المهمين طبعا لما اقول هي از ا بولش بوي يعني ولد احمق غبي هي سبيكس هو بيتكلم هقول له هي سبيكس رودلي رودلي يعني ايه <applause> سير رودلي بوقاحه بقلة ادب يبقى لما اقول هي سبيكس رودلي يعني هو بيتكلم بقلة ادب طبعا بقيت الكلمات اللي عندي في الاختياري كلها حاجات حلوه مديني نايسلي اللي هي بلطف او بجمال بولايتلي بادب وكوايتلي بهدوء طب ازاي هو فولش غبي واحمق لا طالما غبي واحمق يبقى بيتكلم بقله ادب رودلي نمبر 2 بي اونست كن صادقا كن امينا اند نو ات ذا قلت لك احفظ لي الجمله دي على بعضها كده اسمها تيل ذا تروث قل صدقا قل الحقيقه نمبر 3 I saw a strange. شفت إيه غريب؟ It has three eyes. له ثلاث عيون. كريتشا. ده اسمه كريتشر مخلوق عجيب. مخلوق غريب. يبقى كريتشر I should because I made mistake. أنا ارتكبت خطأ. يبقى أنا لازم أعتذر. أبو يعني أبو أعتذر باي. هنا. Apologize. I should apologize. واتفقنا أن should بعدها الفعل في المصدر. يبقى I should apologize because I made a mistake. تعالى نشوف حدوثة جابي الكامل. بقول هنا جابي ليرنز أليسون lesson. وان داي في يوم من الايام وطالما عندي وان داي يبقى حدوته يعني هستخدم الباص سمبل تنس زمن الماضي البسيط افيلجر احد سكان القريه wanted تو سيل هاز بينز كان عايز يبيع الفول بتاعه المحصول بتاعه ان ذا ماركت but he couldn't walk فار ولكن الفلاح ده او المزارع ده ما كانش قادر يمشي لمسافه بعيده هي كودنت walk فار his كامل الجمل بتاعه اللي اسمه جابي قال له ايه قال له جيف مي ذا ساكس او بينز اديني الكيس بتاع الفول ده او حقائب الفول دهيت اي ويل تيك ذم هاخدهم تو ذا ماركت للسوق فور يو عشانك من اجلك خليك انت انت تعبان خليك انت وانا هاخد الفول ده وادي السوق جابيوكد along the road مشي بطول الطريق هي تيرند ليفت اند ذن رايت اتجه يمينا ويسارا او يسارا ويمينا اند ذن ليفت اجين ومره ثانيه شمال سون سرعان جابي didn't recognize the road تاه ضل عن الطريق didn't recognize لم يتعرف على الطريق تاه يعني بعد كده بقول له are you lost? مين اللي بينده هنا الابز الابز هنا اللي هو الطائر اللي هو طائر ابو منجل بيساله هنا بيقول له are you lost? هو انت تايه يا عم الجمل جابي had never seen such a strange looking bird عمره ما شاف الطائر الغريب ده قبل كده فرد عليه جابي هنا وقال له نو اي ام نوت لوست لا انا ما نشتايه ولا حاجه يا عم ما تقول انك تايه عشان يساعدك فبيقول له لا اي ام نوت لوست انا مش تايه هنا فعل لذيذ جدا بمعنى يتظاهر بيدعي بيتظاهر ان هو مش تايه هو مين جابي جابي didnt know that the ibis could fly ما يعرفش ان الطائر ده يستطيع انه يطير هاي above ذا لاند اعلى الارض and tell him the way ويقول له او يدله على الطريق يبقى هو كده رفض مساعده الابز اللي هو الطائر اللي عندنا جابي يسوع سنيك بعد كده تقابل مع سنيك تعبان watching him from the branches of a tree شايف طبعا التعبان ده من خلال افرع الشجره وطبعا هنا بيقول له التعبان بيقول لجابي you look lost you look lost معناها you are lost انت شكلك كده تايه يا عم الجمل تعبان اللي بيقوله فرد عليه جابي برضو وقال له no اي ام not لا انا ما تايه ولا حاجه انا عارف طريقي كويس سيد جابي اجان he wasn't telling the truth لم يكن يقول الصدق بيكذب طبعا في المره الاولى قلنا pretended كان بيتظاهر ودلوقتي بيقول لي he wasn't telling the truth ما كانش بيقول الحقيقه زي ما احنا عارفين anyway على ايه حال even if i was طب قول لي بقى حتى لو انا هو طبعا جابي بيقول لي السنيك بيقول له لو انا بالفعل كده لو انا تايه you can't help انت يا عم السنيك ما تقدرش تساعدني you haven't even got legs ده انت حتى ما عندكش ارجل عشان تمشي معايا وتقول لي الطريق he said unkindly بيقول له طبعا unkindly يعني بشيء من القسوه جابي didnt know that the snake ما كانش يعرف ان التعبان ده وانت تو ذا ماركت إيفري داي كان بيروح السوق كل يوم ليه بيروح السوق اللي هو التعبان كل يوم؟ تو انترتين عشان يسلي الكراودز الناس اللي موجوده في السوق بيروح يعمل فقرات في السوق. It began to get dark الدنيا بدأت تضلم خلاص الجو بقى ضلمه جاب يسوق little انيمال شاف حيوان صغير تاني اون ذا رود على الطريق in front of him What a funny looking creature بيقول المخلوق ده شكله كده فاني مضحك. Look at those enormous ears انظر الى هذه الاذن enormous الضخمه الكبيره. He thought to himself هو بيقول لنفسه ده مين؟ جابي. Hello? said the gerbua. الجربوع. Do you need any help؟ بيقول طبعا لجابي Do you need any help؟ ده مين ده اللي بيقول؟ الجربوع اللي هو الجربوع. بيقول له أنت محتاج لأي مساعدة؟ فطبعا جابي كالعادة قال له نو أي دونت لا مش محتاج منك مساعدة. ريبلايد جابي رودلي بيرد طبعا رودلي بوقاحة. جابي didn't know that the جربوع could hear the sounds of the market traders. يعني بيقول لي جابي هنا مش عارف إن الجربوع ده يقدر يسمع الساونس أصوات الماركت تريدرز اللي هم تجار السوق اوكي جود نايت ذن خلاص طالما ما انتش محتاج مني مساعده جود نايت حبيبي تصبح على خير باي باي سون ات واز كومبليتلي دارك خلاص الدنيا بقت ظلام او ظلمه كامله اند جابي اندرستود هي نيدد ذا انيمالز هيلب جابي في الوقت ده اللي هو وقت الظلمه الشديد ده عرف وادرك انه محتاج لمساعده الانيمالز الحيوانات سواء كان الابز او السنيك او الجربو he knew he was foolish. أدرك وعرف إن هو كان foolish أحمق وغبي. And he was sorry كان ندمان وآسف. He decided to go to sleep قرر إنه يروح ينام. And to apologize وإنه يعتذر. And ask for their help ويطلب منهم المساعدة the next day في اليوم التالي. النقطة اللي عندي الأولى على القطعة بيقول لي the underlined the word recognize يعني ايه ريكوجنايز معناها نو يعرف تمام يبقى كلمه ريكوجنايز في القطعه معناها نو بمعنى يعرف ذا اندرلايند word وورد انورمس كلمه انورمس اللي هي ضخمه مينز very بتعني فيري بيج يبقى دول اهم كلمتين عندي في القطعه ريكوجنايز يعني يتعرف على اللي هي نو no. وعندي انورمس معناها فيري بيج يعني ضخمه ده كده بالنسبه للقطعه اللي عندي النهارده الخاصه بجابي بعد كده طبعا بيقول لي احنا بنتعلم من القصه دهيت asking for help is good يعني طلب المساعده حاجه كويسه كوني ما بقاش عارف لازم اعترف واقول انا ما اناش عارف وانا محتاج مساعده يبقى asking for help is good طلب المساعده حاجه جيده كده القصه خلصت هروح بعد كده لجزئيه الماس اللي عندي في اليونت ده المطلوب منك في جزئيه الماس في اليونت ده هو انك تعرف الكلمه ده هي بس هي ايه دي يا استيميتد يعني ايه استيميتد انسر معناها اجابه تقديريه يعني ليست اجابه واقعيه او حقيقيه ما هيش حاجه اكيوت ما هيش حاجه بالظبط يبقى لما اقول هنا استيميتد انسر معناها اجابه تقديريه تقريبيه بستخدم فيها كلمات زي around او اباوت حوالي او تقريبا لما اجي اقول لك هاو ماتش از ذا بوك الكتاب ده كام؟ وتقول لي اراوند فيفتي معناها حوالي 50 يعني مش 50 بالظبط مش 50 بالظبط ده معنى كلمه استيميتد الخاصه عندي بجزئيه الماس اللي في اليونت اللي مطلوبه منك يبقى هعرف بس كلمه استيميتد يعني ايه سير استيميتد اللي هي <applause> اباوت او اراوند اباوت او اراوند تقريبا مش تقريبا <applause> مش حاجه بالظبط يبقى لما اقول له هنا ذي ويل بي اراوند 50 ايجيبشن باوندز يعني تقريبا ب 50 جنيه لكن هي مش بالفعل ب 50 هي تقريبا 50 ممكن 49 قول 50 ممكن 51 قول 50 يبقى ديت مش اجابه نموذجيه او اجابه دقيقه ديت اراوند اوباوت يعني استميتد انسر اجابه تقريبيه ده الجزء الخاص بالماسك جزئيه الفونكس اللي عند سيادتك هنا في اليونت ده مديني مجموعه كلمات مطلوب من سيادتك فيها انك تبقى عارف حاجه واحده بس ايه هي ان شو زي بيلو زي جرو زي رو ازاي يا يعني عندي نغمه واحده في هنا رايم في قافيه ما بين الكلمات ده هي بنطق فيها الاو عندي زي الاو دبليو هنا في الكلمات ده هي هقول له شو زي بيلو زي جرو زي رو هلاقي عندي مجموعة الآي كلمات زي كلمة بايت هقول له رايت بايك رايت تايم رايت اللي هي صحيح وعندي رايت اللي هي يكتب باختلاف السبيلنج طبعاً. هلاقي عندي مجموعة كلمات فيها اوي اللي هي بتنتهي باو او او اي زي توي وكوي وانجوي وباوي. هلاقي عندي كلمات فيها صوت الاي لونج زي ميك بلاي ايت بيك ايت يبقى اذا المطلوب مني في الجزء ده اهو هحفظ الكلمات اوكي كلمات خلاص ما فيهاش مشكله من الحفظ دي متكرره امال هتجي ازاي في النقط عندي في الاسئله هتجيلي زي ما هشوف دلوقتي في بعض الاسئله هيجي يقول لي كلمه بايك زي تايم ماشي كلمه توي زي انجوي كلمه بلاي زي بيك او ايك زي بيك او شو زي جرو بس كده بس كده تعال نشوف ونطبق مع بعض بقول اي want تو جو تو ذا dentist. انا عايز اروح لطبيب الاسنان اي هاف لان انا عندي ايه عندي الم عندي وجع ايك ذا word ايه هاز ذا سيم ساوند از بوينت مين هنا زي بوينت هقول point زي point. بوينت زي بوينت ذا ورد بيت بيت لها نفس الصوت زي كلمة باي هقول له بيت بيت باي اي 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 هروح بعد كده بيقول لي هنا listen and complete من الحدوتة بتاعه جابي هقول له a villager a villager wanted to sell his beans كان في أحد القرويين عايز يبيع الفول بتاعه he wanted to sell his beans in the كان عايز يبيعها in the market the ماركت عايز يبيعها في السوق he couldn't far اسمها he couldn't walk far ما كانش قادر يمشي لمسافه بعيده walk he's offered to help him هو مين اللي عرض عليه يساعده His camel His camel الجمل بتاعه اللي اسمه جابي 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 جابي, جابي. 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 الماتش يلا حلوين بقول له the ibis could كان بيعرف يعني ايه الطائر ده ابو ده؟ هقول طبعا كود فلاي اباف ذا لاند، بيقدر يطير على الارض. افارمر كان الفلاح بيستطيع، هقول له طبعا جروب يزرع المحاصيل. يو تل يجب انك تقول 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 ترث تقول ترث، احفظها زي ما هي على بعضها، اسمها تل ذا تروث، يقول صدقا.

ده جزئيه الماتش اللي عندي على الاستوري النقطه الثانيه بقول ريد او ري اوردر رتب لي الجمل يلا اول جمله يا كريم كريم اتفضل يلا they will go to the market بس كده they will go to the market الجمله الثانيه جودي ايمن Uh, the, snake. Uh, the snake has no legs بس كده the snake has no legs يلا so, يا كابتن حسن do ما حضرتكش سيرة do you help do لا. you Do اللي do you need سيف. do you need do you need help بصراح؟ do you, you need any help سارة؟ <applause> تاني هقول do you need any help يا سارة؟ عايزة اي مساعدة يا سارة؟ نقول تاني الجملة يلا Do you need any help سارة Do you need any help oh, Do you need any help وبعد كده الاسم اللي موجود عندك Do you need any help هل انت محتاج لأي مساعدة؟ <تصفيق> جملة <تصفيق> الاخيرة احمد He <applause> هتبقى هي عايز فعل بعدها بعد الفعل عايز فعل يبقى هي اسكت هي اسكت هيز فريند فور هيلب هي اسكت هيز فريند فور هيلب معناها طلب من صديقه المساعده هي اسكت هيز فريند فور هيلب طلب من صديقه المساعده حد يقولها لي تاني كده أنا أسكت أسكت هيز فريند فور هيلب. أسكت هيز فريند فور هيلب. تعالى القطعة القطعه احنا لسه قاريينها دلوقتي ركز معايا في الحل النقطه الاولى بيقول لي ذا مين ايديا او ذا تكست جابي هو جابي اللي جابي اللي ايه جوت لوست لوست جابي اللي تاه اللي كان تايه جوت لوست ذا اندرلايند وورد ريكوجنايز كلمه ريكوجنايز معناها قلنا معناها هنا نو يعرف what did ذا فيليجر وونت تو سيل الفلاح عايز يبيع ايه؟ ذا to وونت تو سيل بينز هيز بينز How many animals did Gabby see? Four. لا four. لا four منين four منين three, three, three. استنوني Two. استنوني اللي قابلهم four. في القصه الحقيقيه كلها سري انما هنا في الجزء اللي قدامي ده هو الجزء ده كده لو جينا نشوف هو قابل مين شوبا. هقول له هنا طبعا تعالى كده نشوف مع بعض قابل كم واحد من القطعه اللي قدامي وهعد هو قابل كام <applause> انيمال تمام طبعا اول واحد قابله طبعا كان هنا اللي هو الابز تمام بعد كده اهوت بعد كده قابل السنيك <applause> اما الجزء بتاع الدربو مش موجود عندي في القطعه ديت يبقى هنا قابل كام واحد هقول له تو تو انيمال نمبر 1 في البنك تويشن ا فارمر وونت تو هيلب هيز فيليج يبقى الاي كابيتال وفي النهايه الفول ستوب الدبليو كابيتال والدبليو اوكي تعال نكمل الجزء <t> <t> نكمل الجزء الاخير خلصنا الاسئله خلصنا الاسئله تعال نشوف الجزء الاخير من الدرس بتاعنا او من اليونت اللي عندنا بقول هنا مديني كلمه لوكيشن بمعنى موقع تورست اتراكشنز معناها عوامل جذب سياحيه كالتشر اللي هي الثقافه هيستوري تاريخ ووتر بارك معناها ملاهي مائيه او حديقه مائيه delicious قلنا بمعنى لذيذ مديني سيتر اللي هو المسرح وشفناها في الستوري طبعا ذا بريتش ميوزيوم المتحف البريطاني ذا ريفر تيمز اللي هو نهر موجود في انجلترا اسمه نهر التايمز شوبينج مولز بمعنى مراكز تسوق بيكنيك معناها نزهه او فسحه مديني بيكنجهام بالاس اللي هو قصر بيكنجهام بوت تريب معناها رحله بالمركب بريدج كوبري ذا انترناشونال بارك الحديقه الدوليه فاسينيتنج معناها هنا مبهر او ساحر مدينا اركيولوجيكال معناها اثري يعني خاص بالاثار بي بيرفكت معناها مثالي زي ما كنا بنشوف ماي بيرفكت روم حجرتي المثاليه النهارده هيكلمنا عن حاجه اسمها ماي بيرفكت تاون مدينتي المثاليه كايندز انواع شيد الظل فري بمعنى مجاني ببلاش فول رائع تريجر معناها كنز بالنسبه لي للافعال مديني رين ورند worried, worried, describe described, encourage, encouraged بمعنى يشجع, miss missed بمعنى يفوته, choose, chose, feed والماضي fed بمعنى يأكل, مديني هنا take a relaxing boat trip معناها يقوم برحلة مريحة بالقارب أو المركب, plenty of معناها a lot of أو many, a lot of أو many كثير من, plenty of يعني كثير من تعال نطبق على الكلمات هقول له وي هاد ان ا لارج بارك لاست ويك اسمها وي هاد ا بيكنيك بيكنيك اتفسحنا اي لايك تو باي احب اشتري vegetables اند اسمها فريش طبعا فيجيتابل اند فروتس there ار ان ذا ميوزيومز طبعا فريش. المتاحف فريش. دهيت فيها تريجرز يعني فريش. كنوز فريش. كنوز فريش. تعال القطعه بقى يا سير وده الباراجراف الثاني اللي مطلوب مني اللي هو هيبقى اتكلم عن يور بيرفكت تاون يبقى انا عندي الوحده كلها تو باراجرافز مهمين الباراجراف الاول الكسندريه الباراجراف الثاني ماي بيرفكت تاون تمام دولت الاثنين مطلوبين مني في الوحده كلها بقول ذيس وان ذيس از وان اوف ذا موست اكسايتنج سيتيز دي واحده من اهم او احسن المدن ان ذا world في العالم it often rains it often rains غالبا ما تمطر هنا but it doesn't matter مش مهم طبعا because there are lots of fun things to do لان فيها حاجات كتيره نقدر نعملها you can go on a big red bus ممكن تركب اتوبيس كبير احمر and visit amazing tourist attraction يعني ايه tourist attractions اللي هي مناطق جذب سياحيه مناطق جذب you will see famous places هتشوف اماكن مشهوره like Buckingham Palace زي قصر Buckingham, theaters, مسارح, and the British Museum وكمان المتحف البريطاني. You can take a relaxing boat trip يمكنك القيام برحلة في مركب on the river Thames في نهر اسمه نهر التايمز ومنساش ان الأر كابيتال والتي Thames التايمز كابيتال برضه. And go under the famous bridge وتقدر كمان تمشي تحت الكباري المشهورة all the walking around all the walking around will make you hungry يعني كل التمشيه والرحلات التجواليه اللي انت هتقوم بيها ديت هتخليك جعان but don't worry ما تقلقش هتاكل ليه قال لي there are plenty of يعني a lot of يعني many في كتير من different restaurants مطاعم كتيره to choose from تقدر تختار من بينها you can find delicious food يمكنك ان تجد الطعام اللذيذ from all over the world here من جميع انحاء العالم هنا هنا فين طبعا الكلام ده في انجلترا هروح لقطعه تانية بتتكلم عن حاجه او منطقه اسمها نيو عالمين نيو عالمين عندنا هنا في مصر بيقول لي there are many exciting things to do in نيو عالمين في حاجات كتيره مثيره تقدر تعملها هنا في نيو عالمين او العالمين الجديده. كتير يعني انت بتاعت بعض. معلش دعوه The city is on the beach. The city is on the beach. المدينة ده هي موجودة on the beach على شاطئ. So you can visit the cool sea. تقدر هنا تستمتع بالكول sea بالبحر اللذيذ. When it's hot لما يكون الجو حر. This beautiful beach is 14 kilometers long. الشاطئ ده طوله بيبلغ 14 كيلو. There is also a large green lake بحيرة خضراء كبيرة in the middle of the city في وسط او منتصف المدينة. You can also visit the beautiful international park يمكنك زيارة ال international park الحديقة الدولية. If you want to learn about the fascinating history لو عايز تعرف عن التاريخ المذهل والمدهش of the area للمنطقة then visit the archaeological center زور المركز الأثري. there some amazing treasure there يوجد بعض الكنوز المذهلة والمدهشة هناك I can't wait to see you مش هقدر أستناك إن أشوفك لسه إن يو على مين باي باي بقى طبعا هنا مدين the underlying adjective exciting معناها قال exciting هنا معناها amazing بمعنى مذهل ومثير ومدهش The underlying the adjective large كلمة large معناها هنا هقول له برضه Big. big large هنا big. معناها big يبقى كان عندي big. enormous معناها big وlarge برضه معناها big ده كده النقطتين اللي عندك الاول او التانية اللي بتكلم فيهم عن يو على مين او عن أتاون ان انجلند تعالى بقى الباراجراف الخاص اور بيرفكت تاون ده الباراجراف الثاني المهم اللي في الوحده يبقى اول باراجراف كان بيتكلم عن الكسندرية الباراجراف الثاني هو اللي قدامنا دلوقتي اللي بيتكلم عن our perfect town مدينتنا المثالية أو النموذجية إن our perfect town في المدينة المثالية بتاعتنا there is a big zoo في حديقة كبيرة right next to the school بجوار المدرسة يبقى هقول له there is a big zoo يوجد حديقة كبيرة next to school بجوار المدرسة وكان can go there بنقدر نروح هناك every afternoon كل يوم بعد الظهر after classes بعد الحصص we can help to feed the animals بنساعد هناك ان احنا ناكل الانيمالز اللي في الزو it's really hot in our town الجو حر عندنا في مدينتنا so there is a water park يوجد حديقه مائيه that is always open اللي دايما فاتحه it's free الدخول فيها مجاني to go in يعني دخولك في الحديقه دهيت فور فري ببلاش مجاني there is a wonderful market يوجد سوق رائع that sells all kinds of delicious food اللي بيبيع انواع من الطعام اللذيذه like fresh bread زي الخبز الطازه and the fresh fruit وفاكهه طازه and vegetables وخضروات there is a big park في ايضا حديقه كبيره with lots of trees بها اشجار So we can go for family picnics. نقدر هناك نتنزه اسريا يعني بنروح كاسره كفسحه in the shade في الظل بتاع الشجر ده. This is our perfect town. هذه هي مدينتنا. يبقى لما يطلب مني اكتب باراجراف عن البيرفكت تاون يعني قول لي اماكن الاتراكشن اللي عندك، اماكن الجذب اللي موجوده. يبقى ممكن اقول له فيه بيج زو وفيها انيمالز ممكن اقول له فيه بارك وفيها تريز ممكن اقول له طبعا في ووتر بارك حديقه مائيه اللي احنا بنقدر ندخلها اثناء الوقت الحار عشان نستمتع بيها ده بالنسبه لاخر درس عندك في اليونت تعال نطبق مع بعض الجزء الاول لما اقول هنا ان ايجيبت وي في مصر احنا ان ايجيبت وي يلا يا جود معك يا سيد. In Egypt we can visit the Egyptian museum. أقول له, can visit the Egyptian museum. نقدر نروح أو نتفرج على المتحف المصري. Number two. We had a boat trip. رحلة the بالمركب. River. On the river. On we, the had river. we had a boat trip. أنا ما جربتش خالص يا سيدي. We had a boat trip on the river. يلا رجال. This market sells السوق ده بيبيع. This market sells all kinds of Uh, all kinds of food كل أنواع الطعام يلا يا ريتال نمبر فور we had delicious meal in we had delicious meal الوجبة اللذيذة ديت هناخدها فين؟ إي e, إي e, e. in the restaurant in the restaurant إي نمبر فايف يا أحمد يا وائل when I go to the beach لما بروح البيتش I go swimming I go swimming إذا الجمل كلها سهلة وحل بعضها ما فيهاش مشكله بالنسبه لنا لاننا شفنا جزئيات كتيره بتتكلم عن الاتراكشن بليسز او التورست اتراكشن بليسز تعال نشوف القطعه اللي كانت بتتكلم عن لندن ونشوف الاسئله اللي عليها لسه قاريين القطعه كلها دلوقتي تعالى لي كده زي الشاطر في الجمله الاولى ذا ويذر از اوفن ايه لندن رين رين ليه يا سير مش قال لي ات اوف رينز لما اقول ات اوف الرينز يبقى اتس اوف ريني هو معظم الوقت او في الغالب بيكون ريني ممطر ذا فريز يعني العباره اللي بتقول بلنت اوف بلنت اوف معناها ايه ميني معناها السر قال معناها الوت اوف مفيش الوت اوف في الاختيار يبقى عندك ميني, ميني. يعني ميني زي سيفرال زي الوت اوف ايوه يبقى بلنت اوف معناها ميني نمبر 3 بيقول لي وات سينجز كان يو وين يو جو تو لندن ايه الحاجات اللي تقدر تعملها لما تروح لندن؟ هقول له كده اهوت ها، زيرار لوتس اوف فان ثينجز تو دو تاني وات ثينجز كان يو دو ايه الحاجات اللي تقدر تعملها؟ هقول له زيرار لوتس اوف ثينجز تو عايز تقول لي بعدها بقى جو اون ا بيج ريد باس قول المهم تجيب لي الجملة الأولى اللي هي a lot of fun things to do حاجات كتيرة ممتعة تقدر تقوم بيها <applause> number four where can you take relaxing boat trip in London في لندن تقدر تاخد مركب فين حلوين in the Thames Nile اللي هي هقوله هنا the river the river Thames the river Thames time. the, the river Thames time. time. اللي هو في نهر التايمز اهيت تمام الجملة الأولى في الترتيب يا حسن هقول له ذا فود سير أه هو انا ينفع اطلع عشان <applause> إيه عندي درس دقيقه واحده يا وحدة كريم حاضر ها از يو اند جود ان على هقول له ذا فود ذا فود از جود ان يو على مين تاني هقول له ذا فود از جود الاكل حلو ان يو على مين تمام تاني تمام ذا فود از جود ان يو على مين واحد تاني عايز يقول لي the food in new alamin is good صح برضو. تاني الجمله دي عشان الناس ما تلخبطش the food is good in new alamin الاكل حلو في العالمين الجديده او الاكل في العالمين الجديده حلو اللي هي the food in new alamin is good يبقى عندك حلل للجمله دي الجمله الثانيه don't ها هقول له don't miss don't miss ما تفوتكش زيارة الانترناشونال بارك. ما يفوتكش زيارة الانترناشونال بارك. معناها كده. دونت ميس، دونت ميس، ما تضيعش الانترناشونال بارك. نمبر 3 أقول له Do Do you do have, you have a perfect داو. town? هو أنت عندك مدينة مثالية؟ Do you have a perfect town? نمبر 4 it. It is. ها؟ <applause> It's really. <applause> it's really hot in our town <applause> town it's really hot in our town it is really hot in our town هقول له الام كابيتال وبعد كده هحط له الفول ستوب ار كابيتال الاي اهي بعد كده هقول له نيو على مين تو كابيتال كلها يبقى الان كابيتال والاي بتاعت <applause> على مين كابيتال وفي الاخر الكويستشن <applause> قلنا الباراجراف المهم عندي في الدرس الاخير هو اللي بيتكلم عن اور بيرفكت تاون اور بيرفكت تاون عشان تقول لي ان في عندنا ووتر بارك وفي عندنا شوبينج مول او مولز سايز اللي بعده تقدر تحله عادي في الهوم ورك كده اخر درس في اليونت هروح للباراجرافز علم معايا الباراجرافز اللي مطلوبه منك في اليونت ده اول واحد عندك مطلوب اور بيرفكت تاون حضرتك قلت قلت لنا نعلم عليه المره اللي فاتت كلام جميل والتاني هوت اسكندرية Alexandria. خلاص قلنا التالت ده ملغي مش عندنا هاجي هنا اخد أليكس هاخد كمان قلنا ماي بيرفكت تاون وقلنا اقرا نيو <applause> على مين اقرا نيو على مين انما اساسي عندك ماي بيرفكت تاون <applause> والكسندرية بعد كده يا <applause> حلوين انت عندك امتحان كونكت الاسبوع اللي جاي سيادتك كده معاك امتحان يونت 10 خاصه الامتحان الاولاني ده اللي هو 195 و6 195 و6 ده أهم امتحان في الامتحانات كلها بعد كده سيادتك هتلاقي عندك نماذج امتحانات تانية لحد ما توصل لي عنوان اليونت الجديد. تمام يا سيدي. تمام ده طيب تمام هراجع ايه يا سير قبل امتحاني طبعا الامتحان ماناش ما محتاج ان اقول لك ان ده جملتين اختياري وهتطلع تروح في خمس دقائق. يبقى انا بذاكر لي اخر السنه مش عشان الامتحان بتاع الاسبوع اللي جاي